السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مرحب يا لبيبي، شارك سعاده غامره دائمه بوجودي معاكم دايما يا رب. الحقيقه انه بتمنى منكم مع بدايه بقى شهر جديد، شهر فبراير اللي يعني امبارح كان في وقته الاول، يعتبر وقت سعيد جدا على جمهور نادي الزمالك ب 11 صفقه، وقد يعني خلال يوم او اتنين بكتير ممكن يبقى عندك 12 او 13 صفقه في يعني مشهد من المشاهد اللي جمهور الزمالك كان عايزها، وخصوصا ان اغلب الصفقات راضي عنها الجمهور، ودي حاجه كويسه. ممكن ما تبقى راضي وما يبقاش في افضل حاجه، وممكن ما تبقاش راضي ويبقى افضل حاجه، الله اعلم اعلم في جميع الاحوال. لكن بمناسبه هذا الامر السعيد، طبعا باكد عليكم باللايك والشير والكومنت في الصفحات بتاعتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وخصوصا على الفيس، وطبعا الاشتراك في صفحتي على اليوتيوب بسعد جدا بيكو، وطبعا الفولو للصفحة بتاعتي على الفيسبوك. امبارح كان يوم مهم، لان مجلس ادارة الزمالك كان بيراهن على ان الغضب اللي موجود سواء مني ومن غيري على التأخير في الصفقات وحسم الصفقات، وانك انت هدف هتجيب مين وعامل ايه، قالوا لنا امبارح حاجه مهمه جدا، ان احنا كنا عاملين شغلنا. رغم بان احنا كنا بنجتهد عشان نخلص بدري رفع القيد، لكن قدرنا نرفعه في 25 يناير، وفي الست ايام دول كل الامور اللي كانت معانا خلصناها. الحقيقه انا قلت لكم هنا ان الزمالك متعاقد مع 14 لاعب، خلاص احنا اعلنا 11 صفقه، وفي صفقه 12 وفي صفقه ال 13. هل ال 14 هتيجي كمان؟ الله اعلى واحلى. لكن اما بتيجي تسمع رقم 11 صفقه اللي هم انتهوا رسميا وتم قيدهم، بالمناسبه الصفقه ال 12 او ال 13 للاسف لن يكونوا متواجدين مع الزمالك في بطولة افريقيا، لكن مهم ان يبقوا موجودين برضو عشان اللي جاش. المهم خلينا نروح واحدة واحدة مع بعض كده. 11 صفقة كيف انتهوا؟ انتهوا بمفاوضات شاقة، يعني في الوقت اللي كان الكابتن احمد سليمان بيخلص صفقة محمد شحاتة، كان الكابتن حسين لبيب موجود في مكتب ايمن الشريعي رئيس نادي الانبي بيخلص صفقة زياد كمال. الاتنين دول مهمين جدا جدا يا جماعه، والنهارده حصل تواصل بيني وبين حد من اهم الناس يعني في نادي الزمالك، لا داعي ذكر اسمه لانه ما حبش يعني يعلن ذكر اسمه، اكد ان زياد كمان صفقه اعاره ورقمها يبدو كبير، لكن احنا واثقين فيه جدا انه هيكون موجود معانا، ونثق تماما في احنا سوف ننهي الامر مع انبي عندما نبدا اجراءات شراء اللاعب. وده شيء يطمن ان انت واثق في اللاعب وواثق في نفسك انك هتقدر تتفاوض مع ايمن الشريعي عشان تاخد ايه اللحم، وده حاجه تسعدني ما تزعلنيش. لكن هل اسال نفسنا ال 11 لاعب دول يا جماعه بكام؟ الدفع كاش ماني كده زي ما بنقول، بعيدا انه ان في صفقات بالقسط ماشي، لكن الدفع رسمي كده في ايدك كده طلع كام؟ من ايدك طلع من ايدك 50 مليون جنيه للانديه، 11 صفقه ب 50 مليون جنيه. ده انا بقول لكم ده رقم قليل جدا. ليه؟ اما تعرف ان الزمالك جاب مصطفى شلبي بس السنه اللي فاتت بكام؟ ب 23 مليون جنيه. خلاص؟ ده مصطفى شلبي. واشترى عمرو السيسي ب 20. يعني الصفقتين على بعض كانوا بكام؟ ب 43 جنيه، اتنين 43 مليون جنيه، صفقتين اتنين، مش هقول لك بقى اللي قبل كده، لا بكلم على الصفقتين دول. اما تعرف انه اخوكم نضاي لوحده جاي ب 800,000 يورو، ساعتها يعني بنتكلم في مثلا يا شادي حوالي 3 كام يا رب؟ 20 في حوالي 16 مليون او 17 مليون وقتها. طيب انت جايب ترافيس
بالقسط ودفع 20,000 دولار باين في الاول، واتقسط الباقي من 200,000 دول، ورايح جبت حتى زيد كمال، حتى عبد الله السعيد، كل دول. خلي بالك الارقام اللي بقولها لك دي، ال 50 مليون ملهاش علاقه برواتب اللعيبه، ملهاش علاقه بيها يا فندم براتب اللعيبه. ده ال 50 مليون دول راحوا للانديه. الزمالك الميركاتو الاخير ده اللي هو قبل ايقاف القيد اللي احنا قعدنا نعاني منه، اللي جه فيه نضاي وجه فيه عمرو السيسي ومصطفى شلبي، الزمالك دفع للانديه 120 مليون، ان كان بعض المتاخرات حاصله زي فلوس 18 مليون متاخرين على الزمالك في عمر جابر ودونجا، و10 مليون متاخرين عشان عمرو السيسي، صفقه عمرو السيسي من طلائع الجيش، وانت بتشتري محمد شحاته تعرف الكلام ده. لكن في المجمل كان 120، الزمالك دافع في المجمل دلوقتي 50 مليون. 50 مليون جنيه بما فيهم صفقة عبد الله السعيد، فلوس عبد الله السعيد. لأنه أنت مش هحسب ال 18 مليون جنيه اللي أصلاً على الزمالك، أو ال 10 مليون اللي أصلاً على الزمالك في طلائع الجيش. لكن أنا بتكلم على اللي اتدفعوا، سيبك من المتأخرات. خلاص الطبيعي انك هتدفعها هتدفعها، يعني انت زيك ما بياكلش حق حد ولا بيسأل ولا بيضحك على الانديه في مصر، لانه في الاخر نادي الزمالك نادي كبير وله قيمه واسم تمنعه انه يعمل كده. سيبك ان الاداره السابقه استاذ مرتضى منصور كان بيكبر دماغه شويه ويتاخر، بس في الاخر كان هيدفع برضه، خلي بالك يعني كان هيدفع زي ما الاداره دي مضطره تدفع. اذا 50 مليون تكاليف ميركاتو الشتاء في 100 عقد، ده للانديه. طب اللعيبه، انا مش هقدر اقول لك كل لاعب خد كام غير عبد الله السعيد اللي هقول لك عليه، لكن الباقي انا ما اعرفش القيمه بالظبط، لكن ما اعلم بل انا ما متاكد منه مليون الميه انه اكبر لاعب بعيد عن عبد الله، استثني عبد الله السعيد، كل اللعيبه المصريه تمام حصلت على اقل من 7 مليون جنيه. تاني، كل اللعيبة اللي تعاقد معها نادي الزمالك من المصريين في هذا الميركاتو عقودهم لا تصل إلى 7 مليون جنيه في الموسم، بل هناك من يتحصل على مليون ومناسب مليون ونص. ايه رأيكم في السنة؟ وده يثبت قد ايه ان في كفاءه في التفاوض سواء من الكابتن حسين لبيب او من الكابتن احمد سليمان مع اللعيبه في اقناعهم في ظل الغلو المبالغ فيه للصفقات. يعني ما تعرف انه مصطفى شلبي بياخد 11 مليون، واخونا عمرو سيسي كان بياخد 11 مليون تمام، وانه ناصر منسي بياخد 13 مليون. بتتكلم في لعيبه شابه عندها مستقبل، عندها 25 و26 سنه وموافقه تيجي ب 2 مليون و3 مليون و4 مليون و5 مليون، واكبر واحد فيهم واخد 7، ده اذا كملهم كمان. فده حاجه عظيمه جدا. لكن الفلوس اللي اتدفعت عشان ااكد تاني، 50 مليون للانديه. اللعيبه دي اللي بياخد مليون جنيه في السنه يا فندم ما بياخدهمش بيدو كاش ماني، بياخد بس 250، بياخد 200، اللي بياخد 7 ياخد مليون. يعني محدش بياخد الفلوس كلها من اول ما بيجي. افتكر ده. نروح بقى لتفاصيل عقد عبد الله السعيد. خلينا مع بعض كده واحده واحده في موضوع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طبعا عنده 38 سنه، دي حاجه انا ما اقدرش انكرها يعني. لكنه لغايه دلوقتي يبدو انه جمهور الاهلي زعلان، بالرغم انه لابس احمر يعني، بس هو جمهور الاهلي زعلان من صفقه عبد الله. وطلع احد البطرمانات بيتكلم عن انه قعدوا مش عارف كان بيتفاوضوا معايا من الاسماعيلي واحنا جبناه في الاهلي، وبعدين راحوا وبعدين بيراميدز خدته منهم، وبعدين جابوه في الاخر وعنده 33 سنه. عاوز اقول لك ايها البطرمان العزيز، الزمالك عرض عليه عبد الله السعيد، عرض عليه عبد الله السعيد في يناير 19، واخونا امير مرتضى اللي رفض، وكان وقتها في تالق شديد من اوباما ايام جروس، فرفض انه يجيب عبد الله فيأثر على اوباما اعطاهم المستقبل. ده كانت افكار برضه غلط من وجهه نظري عند امير، اللي حاول بعد كده
اوباما للاسف مستواه قل شويه، حاول يرجع عبد الله وما عرفش. ايا كان الاسباب في عدم المعرفه. لكن دلوقتي عبد الله في الزمالك وده عامل كله شويه، يعني مفيش مانع. احنا زعلانين منه 90%، انا مش فارق معايا 90%، مش عايز اقول 100%، 90% من جمهور الزمالك زعلان عشان موضوع اخونا امام عاشور. ده حاجه ما فيهاش مناقشه. فلغايه دلوقتي اخواتكم بتوع الاهلاويه زعلانين من ان عبد الله مشي من الاهلي، وزعلانين ان نروح بيراميدز، وغضبوا اكتر ان نروح الزمالك، واول مباراه بعد شهر ونص بين الزمالك والاهلي في كاس مصر عبد الله سعيد ان شاء الله يشارك فيها. وفي فيديو في بوست كده منتشر باسم كوره بلس. كوره بلس الاول يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين اسمها دي ام سي سبورت، يعني صفحه كوره بلس دي اسمها دي ام سي سبورت، اما حصل التعديل فيها بقت اسمها كوره بلس. فالخبر اللي نازل ده نازل من قبل ما كان يبقى فيه كوره سبورت كوره بلس اساسا، لكن ده بدي ام سي سبورت القديمه القناه اللي هو المقارنة. طب يا ترى هل احمد حمدي ولا ناصر ماهر هم اللي هيقدروا يعوضوا عبد الله السعيد في حاله غيابه كان بيلعب في الاهلي يعني؟ فدلوقتي الثلاثه بقوا في الزمالك، ده يعني من العلم احمد حمدي وناصر ماهر واخونا كمان عبد الله السعيد. طيب عبد الله السعيد قبل ما اروح لحاجه ثانيه عشان افتكرتها وانا بتكلم، هي العقد بتاعه سنه ونص، سنه ونص يجوز بموافقه الطرفين مده موسم كمان، يعني النص اللي احنا فيه ده والسنه الجايه، ويجوز بموافقه الطرفين مده موسم كمان. طب هياخد كام عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد الوحيد اللي واخد رقم اكتر من ال 10 مليون. كل اللعيبه اللي جوهم واخدين اقل من 7، خلاص. هياخد في النص موسم ده 12 6 في النص ده 6 في الموسم اللي بعده 12. طب لو كمل عبد الله والزمالك، هو والزمالك اتفقوا على تكمله مشوارهم، هيبقى موسم كمان، يبقى موسمين ونص، يعني الموسم التالت ده ب 13 مليون جنيه. يبقى وقع سنه ونص، وقع لمده سنه ونص قابله للزياده الموسم. وقع موسم ونص عبد الله قابله للزياده موسم. النص موسم 6 مليون، الموسم 12 مليون، الموسم التالت 13 مليون. وهو اقل من اللي كان بياخده في بيراميدز. ثم تنازل على رقم كبير جدا يتخطى ال 10 مليون من بيراميدز عشان يجي. مستحقات متاخره وقصه ومكافئات وحاجات زي كده. فالراجل دافع مع الزمالك عشان يجي الزمالك. ده تقدير كبير من الزمالك لعبد الله ومن عبد الله للزمالك. وانا بقول لكم ان الارقام دي مش هتشوفوها في اي لاعب تاني، بما فيهم محمد صبحي ومحمد عواد، اللي الزمالك دلوقتي هيبدا معاهم الملف، وخصوصا محمد صبحي. محمد صبحي بياخد مليون ونص يا جماعه، فالزمالك هيرفعه طبعا، وهو اتفق معاهم وبيخلصوا، واتفق مع محمد عواد وبيخلص برضه. تلاقي انا وجهه نظري مش عاوز قبل يوم 6 فبراير، رغم ان مش فارق مع الزمالك موضوع 6 فبراير بالنسبه للاثنين اللي هم موجودين معاك في القايمه، انه ممكن يبقى جددوا ان شاء الله تعالى الاثنين. ساعتها الزمالك هيبص على حارس ثالث في الصيف؟ لا. طيب ناصر ماهر اما قعد مع الكابتن احمد سليمان في بيت الكابتن احمد، عمل فيديو بس هو لسه ما نزلوش، ما اعتقدش ان الكابتن احمد سليمان هينزله يعني. عمل فيديو اتكلم فيه عن رغبته في وسط واصراره على التواجد في الزمالك، وانه استشار المقربين منه وخاصة والدته، فأكدت له يا ابني لا روح الزمالك. ودي حاجة كويسة، الأم برضو ليها زي أم حسين الشحات كده، تمام. طيب فدي أم هنا بتقول روح الزمالك، وأم هنا بتروح الأهلي، وقع الأهلي. فدي الأمهات كلها أفكارها يعني شبه بعضها. لكن الفكر هنا إن وليد دعبس كمان خرج واتكلم عن إصرار ناصر ماهر للتواجد في الزمالك. أنا عاوز أقول حاجة لناصر بقى، بقالك فترة يا ناصر ما بتلعبش وعندك رغبة انك تيجي الزمالك، وقد جئت للزمالك. لو انت او احمد حمدي، وخصوصا انتوا الاثنين، ما لحقتوش نفسكوا في الزمالك وانت في عمر ال 25 وال 26، اثنين عندكم 25 سنة 26 سنة، قدامكم على الاقل في نادي الزمالك ونجومية في نادي الزمالك مش اقل من 8 9 سنين. دي في ايديكم انتوا.
انك تسيب بقى كله وتطنش وتطري على ودانك زي ما بنقول، وتركز في الملعب وفي مستواك. جوزيه جوميز اللي قلت لكم عليه انه جاي، جه وصل، ويوم السبت معاه اتنين مساعدين، واحد احمال واحد مدرب عام ومدرب حراس مرمى، يبقى ثلاثه وكده. يعني حزين ان محمد عبد المنصف مشي، لكن خلاص هي هذه الاقدار بتاعت الكوره. فمنصف مبقاش موجود، ارتحتوا؟ انا عايز بس جوزيه زكي يرتاح، مش ده اللي انتوا هو ما نشوف بقى الراجل الجديد ده هيعمل ايه مع محمد صبحي ومحمد عواد. لكن الظروف اللي كان بيشتغل فيها محمد عبد المنصف لازم تتحط في البال برضه يا جماعه. ماشي، ايا كانت التفاصيل، مش دفاع عن محمد رغم انا بحب محمد جدا، يعني محمد يدافع عن نفسه كويس قوي يعني. فناصر ماهر واحمد حمدي ومحمد عاطف والناس دي كلها، انتوا مش اي حد تاني اللي في ايده انه يعمل اسم وتاريخ في نادي الزمالك، واللي جمهور الزمالك يحبكم، وخصوصا محمد عاطف. ودي رساله بقى مني لمحمد عاطف. محمد عاطف جاي من طنطا لكنه لاعب ممتاز، وقلت لكم حسام عبد المنعم وطارق مصطفى وعبد الحليم علي كانوا جايين من الشرقيه الدخان درجه تانية وقتها، ونجحوا نجاح مخيف مع نادي الزمالك رائع. محمد عاطف يقدر، لكن لو دي سليمه، لو ده سليم، لو المخيخ سليم، لو كل تفكيره في ارض الملعب انه يعمل حاجه، لو بياخد النهارده مليون ولا اتنين ممكن الزمالك يعدل له عقده، لو لقاه بيتحسن بيتحسن وبيتطور وبيتطور وبيتطور، وجاي لك مدير فني اجنبي هيبقى عاوزك يشوفك في الملعب وفي التدريب بتاكل النجيله. انا بقول الكلام ده لمحمد عاطف بالذات، وخصوصا محمد عاطف، لان انا مؤمن بمحمد عاطف جدا. لان انا ما ببقى في الراديو بقدم سؤال تحليليه في الراديو، بقدم لسؤال تحليلي في الراديو، ببقى في انا الحمد لله من الحاجات اللي بتسعدني ان انا بمسك الدرجه الثانيه، بقدم مستويات تحليليه في الدرجه الثانيه في الراديو اون، ومعظم مشاكل طنطا، وعشان كده شايف محمد عاطف بعيني، وبقول انه لاعب ممتاز وسوف يكون له مستقبل رائع مع محمد شحاته وزياد كمال. لكن لو اللعيبه دي كلها ما بتفكرش في انها تكتل النجيله في الزمالك، كل وقتكم الاربع سنين والخمس سنين اللي قاعدين فيها والسبع سنين والثمان سنين، محمد عاطف 22 سنه يعني ممكن يختم حياته عنده 36 سنه، في ازاي يقعد 14 سنه يبقى من كباتن النادي، بس يكون تفكيره انه يبقى كابتن نادي الزمالك، وانه يكون ثابت المستوى في 90% من المباريات، وبيأدي حتى في ال 10% اللي هو مش قوي فيها بيأدي الصح والسليم. ده المهم اللي محمد عاطف يعرفه، انك تفكر في في الكوره بس. وارجوك في بعض الناس هيجوا حواليك ويلفوا حواليك عشان يتعرفوا بيك ويقول لك تعالى نعمل لك ايه، وتلاقي وكيل لعيبه جاي لك من هنا ولا رايح لك من هنا. احمد يحيى هو وكيلك، لكن خليك محمود الونش مش احمد فتوح، ولا تخليك مؤمن زكريا، خليك محمود الونش. ودي رسالتي لاخونا العزيز يعني الشاب الصغير، وانا اكبر منه باكتر من 20 سنه، بتمنى ليه الخير طبعا في الزمالك زي ما بتمنى لكل اللعيبه النجاح في نادي الزمالك. امبارح قلت لكم انه النتيجه بتاعت الميركاتو دي كانت هتبقى 100، لا هي ممتازه، تبقى فوق الممتاز، ايه ون زي ما بنسميها، لو كنا جبنا مهاجم. الحقيقه ان الزمالك رايح ناحيه اتنين مهاجمين، دي الصفقة رقم 12 والصفقة رقم 13. الصفقة رقم 12 هو محمود الأسود، وهنا في مفاجأة بقى. مين محمود الأسود؟ هو مهاجم منتخب سوريا اللي كان لسه للأسف خرج بضربات الترجيح قصاد إيران في بطولة آسيا. اللي بيدربه الراجل اللي المصريين عارفينه كويس قوي، الفتى الشهير أخونا كوبر، ومعاه أخويا العزيز وصديقي محمود فايز، واخويا العزيز وصديقي ايضا عصام الحضري اللي بسعد دايما بنجاحاتهم. محمود الاسود هو مهاجم صريح، لكن اخونا كوبر كان بيستخدمه وينج، دماغ كوبر انتوا عارفينها يعني افكاره. وهما بيلعبوا 4 4 2 وقصه كده، وهو ناجح جدا فيها وكان موجود للحظات الاخيره حتى ضربات الجزاء، والزمالك امبارح كان عايزه باي شكل يخلص معاه في الصفقة بتاعت انه يبقى الصفقة ال 12 امبارح قبل الساعة 12 بالليل، لكن
التوصول لمجلس اداره نادي الكرامه اللي بيلعب فيه واعضاء اتحاد الكوره هناك عشان يخلصوا الانتقال كان صعب، لان المباراه شغاله وما فيش يردوا، والمباراه امتدت كمان لوقت اضافي وضربات جزاء، فده خد من الوقت جامد جدا ان زاك ما يعرفش ينهي الصفقه امبارح لكنه ينهيها الان. هنتكلم في ساعات قليله ويكون محمود الاسود مهاجم منتخب سوريا مهاجما لنادي الزمالك وقد يكون المهاجم الاول كمان. احلى ما في الصفقه دي ايه؟ انه صديقنا العزيز شادي طارق هو الشهير بشادي سبورتيف هو من يقود التفاوض، وراجل زملكاوي جبار، انتوا ممكن تعرفوه اكتر في السله والطايره والحاجات دي، لكن هو اللي بيقود المفاوضات وانهى حاجه مهمه جدا جدا في اتفاقه مع اللاعب، واتفاق نادي الزمالك مع اللاعب انه هيتحصل على راتبه بالجنيه المصري. اشكرك يا شادي، تعال مش عشان بس انك اسمك شادي، لا عشان انت قدرت تعمل حاجه مميزه لنادي الزمالك وتخلي ان الزمالك يدفع الفلوس وهو مرتاح. الزمالك مفيش اكتر من فلوسه المصري يقدر يجيبها، دي اسهل حاجه. فما نبقاش بقى الدولارات متاخره، الدولارات مش عارف ايه الحاجات دي. في بقى قيم ماليه قليله زي اخونا ترافيس اللي ممكن يكون بياخد له 30,000 دولار ولا حاجه في السنه، دي الزمالك يقدر برضه عليها سهل، وده رقم مقبول وما يزعلش حد. مواليد 2005 بالمناسبه، محمود الاسود مواليد 2003، مواليد وهتسجل تحت السن زي ما انا فاهم خلاص. لكن هل بقى الزمالك بقى خلص الاتفاق كمان انه يبعت الفلوس لنادي الكرامه بالمصري؟ والله يبقوا 100 100، دي اللي ناقصه بس ان شاء الله تخلص. طيب مين تاني؟ في محمود ممدوح وفادي فريد، قد يكون احدهما هو الصفقه رقم 13 كمهاجم. مين اللي جاي؟ الاشارات كلها بتقول محمود ممدوح حرس الحدود، لكن لو الحرس تستمسك به وتماسك مسك فيه قوي ممكن زيك يوقع معاه وياخده في نهايه الموسم، لكن ممكن فادي فريد من سموحه يخلص سريع. طبعا اكيد اخونا فرج عامر يقعد يعمل حكايات وروايات، لكن الامور ان شاء الله خير. البعض بيسال طب لو الزمالك جاب 11 لاعب هنعمل ايه في الوقت في الميركاتو الشتوي؟ هنعمل ايه في الميركاتو الصيفي؟ اعتقد انه التارجت الاول في الميركاتو الصيفي هو رمضان صبحي. اشوفكم على خير في اللي جاي، ودايما مع بعض ودايما مكملين على خير، وربنا يوفق الجميع. اشوفكم على افضل وجه وافضل صحه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات على اليوتيوب، ونفس الشيء الفولو واللايك لصفحتي على الفيسبوك والتيك توك برضو لو انتوا عاوزين تشوفوه برضو، مش هقول لا. سلام عليكم.